الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذه الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. بالمسيح كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء.